كيف أصبر على البلاء؟ أولا اسأل الله الصبر، فمن يتصبر يصبره الله. اسأل الله الصبر، قد قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي ولا تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. وكذلك تدرب على الصبر، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والصبر أيضا بالتصبر. ومن يتحرى الخير يؤتى، ومن يتقي الشر يوقى. فتدرب ثم اقرأ سير الصالحين في الصبر.